انا النهارده بقى هعمل كمان كيك كده بالزبادي وجوز الهند. خلينا نعملها لانها ليها تيست كده مختلف وحلوه قوي مع القهوه ومع الشاي ومع النسكافيه، نطلع من الجو ده. ومكوناتها بسيطه، عندي كوبايتين او ثلاثه من الدقيق على حسب انتوا حابين نسبه الدقيق. هنشوف دلوقتي مع بعض. كوبايه من السكر، ونقدر لو مش عايزين تحطوا سكر نحط نص كوبايه من العسل الابيض، وعندي ربع كوبايه من السمنه، وهضيف عليها كوبايه الا ربع من الزيت النباتي، وعندي كوبايه زبادي. كوبايه زبادي يعني علبتين من الزبادي الصغيره، لان العلبه بتبقى 80 جرام، فانا عايزه كوبايه من الكوبايات اللي هي المعياريه. تمام. طيب وبعدين عندي ثلاث بيضات كبار حلوين، لو الثلاث بيضات كبار يبقى تمام، مش هحتاج اربعه. لو البيض صغير ممكن نحط اربعه. عندنا معلقه صغيره فانيليا، وعندنا معلقه ونص بيكنج باودر، وللوش عندي مربى او جوز هند. انا الحقيقه هعمل حاجه لطيفه جدا بجوز الهند. خليني الاول هنا اكسر البيض اللطيف ده عشان يبقى كده تمام، ونبدا نضرب مع بعض السكر والبيض مع بعض هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده. هنا كمان بيضه، وخليني اضيفهم هنا في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي بيضه وادي ثانيه، واعمل الثالثه عشان بس اطمن ان برضو احنا في الحر ده وفي الصيف احيانا التخزين في السوبر ماركت بيبقى البيض مش تمام، حتى لو هو متغلف وجاي من اماكن كويسه ساعات الواحد كده بيلاقيه لا التخزين مش مظبوط. هناخد بقى كوبايه السكر. عايزه اقول لكم جوز الهند ده ليه محبيه، في ناس بتحب تجيب ثمره جوز الهند نفسها. عايزه اقول لكم ثمره جوز الهند دي ما بتتقشر، ليها طريقه ان شاء الله مره نجيبها في الحلقه ونعملها مع بعض، وليها طريقه في التجفيف تحت الشمس لما بتتفتح وناخد العصير اللي جواها والميه، ده بيستخدم في الكيكس او بيتشرب. وعايزه اقول لكم بعد كده بناخدها نعرضها للشمس عشان تتجفف ونتخلص من السوائل اللي فيها والرطوبه كلها، وبعدين نبدا نجففها وناخد بعد كده جوز الهند اللي جوه ونديله دايره كده في الكب او محضره الطعام، يبقى الجوز الهند بتاعنا. حمصوه بقى، اعملوا منه بقى حاجات كيكس وبيسكتس وشكلمه، ليه كمان فوائد كتيره. يعني عايزه اقول لكم الجوز الهند ده فيه فيتامين بي 6، وعلى فكره بي 6 ما بيبقاش موجود في كل حاجه عشان تبقوا عارفين، وكمان الحديد فيه نسبه حديد عاليه، وفي مغنيسيوم وفي نحاس وفي منجنيز، في كل حاجه. جوز الهند ليه ثلاث طبعا انواع لو حضراتكم عارفين. في اول نوع اسمه ميزو كراب. ميزو كراب ده اللي هو البني اللي احنا عارفينها، الشكل اللي حضراتكم التقليدي ده. وعندنا الاكسو كراب، ده بيبقى لونه اخضر مش بني، بس نفس الفكره ونفس الحاجه، بس بيختلف فيه الفوائد. الفوائد ده بيدي شويه، يعني بيبقى لما بيلاقوه في بعض الاماكن، في اماكن طبعا مش موجود في مصر يعني، بس بياخدوه عشان يعوض الجفاف بتاع الجسم، ياخدوه عشان جسمهم ما يجفش لو ما فيش ميه في المكان ده. وعندي النوع الثالث، ده اسمه اندو كراب. الاندو كراب ده الطبقه الداخليه بتاعه الجوز الهند، هي دي اللبه بتاعته، هي دي، هو ده الانواع المختلفه لجوز الهند. طبعا بيستخدم في التجميل وبيستخدم في الاكل، فلو عايزين نستخدمه كمان في التجميل ممكن. مثلا عارفين بقى ان احسن حاجه في الدايت كمان زيت جوز الهند ده، عايزه اقول لكم بيستخدموه رائع جدا مكان الزبده. وممكن كمان نستخدم لبن جوز الهند، لو بتعملوا الناس المحبي القهوه بيحطوا لبن جوز الهند مع القهوه السخنه، طعمه بيبقى روعه. ولو استخدمناه مع العصير، عايزه اقول لكم، او مع الايس كريم في الحاجات اللي احنا حابين ندمجها، مش قادره اقول لكم جماله. بغض النظر بقى عن ده، تعالوا نتكلم عن الشفايف والرطوبه بتاعه الشفايف. اولا بيدي ريحه حلوه قوي، بيرطب الشفايف وبيديها للكيعان وللركب، ممتاز لما بيدهن. مش قادره اقول لكم على فوائده وعلى النعومه وعلى الـ يعني الافكت بتاعه. بخلط البيض مع السكر كويس قوي لحد ما ادتني قوام كده فاتح، افتح اللون. وبعدين هنزل بالزيت كوبايه الا ربع. بسم الله
وعندي هنا السمن اللي احنا اتفقنا، ينفع سمنه وينفع زبده اللي يريحكم. عايزين تحطوا الكميه كلها زيت بس براحتكم برضو. وهبدا بقى على الدقيق، هحط هنا، انا احط برضو الفانيليا مع الدقيق، هحط عليه البيكنج باودر وتاتش خفيف من الملح، ذره ملح. وهاخد دلوقتي الزبادي اللي انا عايزاه، اللي هي الكوبايه اللي اتفقنا عليها، هنزلها هنا. الزبادي بيخلي الكيك رطب جدا. الكيكه دي تقدروا تسقوها بلبن وجوز هند مغلي فيه او حليب جوز هند سخن، هتبقى طعمها خرافه. تقدروا تسقوها بشويه من الشربات، بس حطوا داخلها جوز هند. يعني انا دلوقتي ممكن اخد شويه جوز الهند دول، حوالي ربع كوبايه، واضيفهم جوه الخليط، بما اني بقى هسقيها. وحطيت الزبادي، وانا عندي هنا شويه من كريمه الجوز الهند، يعني او حليب جوز الهند، هضيفه معاها معلقتين كده او ربع كوبايه برضه، تدي تيست عالي جدا. وبعدين هدفيه واسقي بيه الكيك لما يطلع من الفرن سخن. خلينا بقى ننقل الجمبري الحلو ده هنا، وهنبدا ناخد الدقيق نضيفه كمان بعد ما نقلبه كده. الله الله، الروايح طلعت، الروايح بدات تظهر وتبان جميله جدا. بسم الله، حطينا بيكنج باودر على الدقيق، وهنبدا نبطن قالب بتاعنا بالزيت او الزبده او السمنه ودقيق برضو، قالب جميل. وبعدين ننزل كده بسم الله ونخلط. خلينا نرجعها تاني، بسم الله. وادي القالب، خليني هنا بسرعه، عندي طاسه كده هسخنها هنا، هحط فيها شويه من حليب جوز الهند. طب لو ما عنديش حليب جوز الهند هعمل ايه؟ هاخد شويه لبن، كوبايه لبن على ربع او نص كوبايه من جوز الهند الموجود عندي في البيت العادي، وهغليهم على النار لحد ما يتخثروا شويه ويقل السمك بتاعهم، يوصل النص، واصفيها واسقي بيها الكيك. واخد جوز الهند ده مش هرميه، هحطه في الصفايه وابدا ادخله الفرن، اديله تحميصه يبقى لونه ذهبي، واستخدمه في الجارنش للكيكات او نفس الكيك، او ادخله جوه كيكات تانية يدي طعم رائع. اهو كده خلاص، بسم الله. نبدا بقى نرفع، الريحه تحفه. وعايز اقول لكم حليب جوز الهند ده عامل ريحه جميله جدا جدا، ما شاء الله. يعني ناخد بقى كده الايه القالب بتاع الكيك، نقلبه تقريبا كده بالسباتيولا. ايوه كده، هو ده الكلام. انا هوريك يا مطعم، هشتكيك لسالي كده ماشي. والنعمه منى. بسم الله، هنضيف بقى كده. بصوا القالب ممكن يكون مقاس 26، يعني الستاندر يعني بتاع الكيك. الفرن شغال عندي من قبل بربع ساعة على حرارة 180. هتتحط الكيك على الشبكة في النص. الزبادي ده بيخلي أي كيك في الدنيا طارية جدا وهشة وجميلة، وينفع أي كيك داخله زبادي إنه يتسقي جميل، وفيها نسبة أي جوز هند كمان، لما هتتسقي تبقى روعة، مع شوية الجوز الهند اللي حطيناهم والكريمة. نطلع بس الهواء ونبدأ ندخله الفرن. أنا هنا هسيح، بصوا تبقى سائل. بصوا أول ما بحطه على النار بيبقى سائل إزاي، هوريه لكم دلوقتي الفرق. بس ثانية واحدة، ندخل ده الفرن الأول، حرارة 180 أهو على الشبكة في النص، وهسيبه حوالي، هتاخد حوالي هي معايا من 25 ل 35 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. هتطلع الكيك أهي، بصوا بقى الكريمه فيها تقل شويه، دي مش الحليب بتاع جوز الهند. اتفقنا لو عايزين نعمله حليب هاخد كوبايه لبن على نص كوبايه جوز هند. هحط كده هنا الكريمه بتاعه جوز الهند، هسخنها وهبدا اسقي بيها واجمل على الوش باي حاجه احنا حابينها، شويه جوز هند، او هكتفي بيه انها تتسقي بس كده. بصوا هاخد بس ايه الوش كده عشان ينجز معايا، وناخده. وطبعا وهي سخنه بيبقى الطعم خرافه. بصوا بقى كده بحليب جوز الهند، بتبقى من الحاجات الجميله جدا. وكيك سهله وبسيطه ومكوناتها موجوده، ونقدر لو ما عندناش حتى حليب جوز الهند نقدر نعمله في البيت من كوبايه اللبن ونص كوبايه جوز هند بتاعتنا،
نغليهم كويس قوي لما يتخثروا ويقل الكميه تتكاثف للنص، وبعدين نصفيه ونصبه على الكيك. وكده نبقى عملنا كيك لطيف بجوز الهند والزبادي وقلنا فوائده. ودلوقتي بقى عبال ما تتشرب شويه الكيك، اللي عايز يجمل بمربى ماشي، اللي عايز يجمل بجوز هند على الوش اوكي، زي ما حضراتكم تحبوا.